طلابي هدفي الثاني أن أصنف أهم الصناعات الموجودة في سوريا. ما هي أنواع الصناعة في سوريا؟ عندي صناعات تقليدية قديمة وعندي صناعات حديثة. الصناعات التقليدية مثل صناعة الفخار والصناعات النسيجية اليدوية التي تعتمد على مهارة العامل. مثال على ذلك عندي الصناعات النسيجية في سوريا مشهورة بالسجاد الدماسكو والبروكار، عندي الصناعات الخزفية، الصناعات النحاسية، صناعات زجاجية، فهذه كلها تعتمد على مهارة العامل، وهذه نسميها صناعات تقليدية. اثنين، عندي الصناعات الحديثة، هذه دخلت وتطورت وتتميز هذه الصناعات في سوريا بالحماية وضخامة رؤوس الأموال. ونحم هذه الصناعات عندي الصناعات الاستخراجية، كل اسم استخراجية معناتها استخراج النفط، نبات الأرض، الغاز، الملح، الفوسفات، يعني الثروات الباطنية الموجودة في سوريا. اثنين، في عندي الصناعات التحويلية. الصناعات التحويلية يعني تحويل المادي من شكل إلى آخر، مثل الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، وتتمثل بأهمها الصناعات الغذائية، مثل صناعة السكر في سوريا تعتمد على الشوندر السكري الذي يزرع في سوريا، وتكرير السكر الخام المستورد. إذن يتم تكرير السكر الخام المستورد لإنتاج السكر، وهذه الصناعات تعتمد وتتركز في حمص وإدلب. فعندي صناعة الزيوت النباتية، هذه الصناعة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الزيتون وبذر القطن والسمسم لاستخراج الزيت. فعندي صناعة حفظ الفواكه والتي نحن نسميها الكونسروة، تعليم الفواكه والخضار، وهذه تنتشر في كل المحافظات السورية. إذن الصناعات التحويلية تشمل الصناعات الغذائية، صناعة الزيوت النباتية، وصناعة الكونسروة. هذا بالنسبة للصناعات التحويلية. عندي صناعات نسيجية مثل صناعة القطن، نسيج القطن والصوف، هذه الصناعة تتركز في حلب ودمشق، وتعتبر صناعات نسيجية من الصناعات المهمة في سوريا بسبب كثرة العمال الذين يشتغلون بهذه الصناعة، إضافة إلى رأس المال الذي يستخدم فيها أو يستعمل فيها. عندي صناعة مواد البناء، هذه الصناعة تعتمد على المواد الأولية الموجودة في سوريا، وفي مقدمتها الإسمنت، ويتوفر في كثرة في سوريا، وتنتشر في كل المحافظات، وهذه الصناعة في تزايد مستمر، ويتزايد الطلب عليها مستمر بسبب تطور العمران والبناء في سوريا. صناعة المعدنية، هذه الصناعة تعتمد على الحديد المستورد، استورد الحديد من الدول الأجنبية، وكذلك تعتمد على الحديد الخردة. وتشمل صناعة القضبان الحديدية، يعني صناعة الصبات الحديد، تمام؟ هذه صناعة القضبان الحديدية توجد في حماة، وعندي صناعة الجرارات توجد في حلب، يعني صناعة تجميع السيارات والأدوات الكهربائية توجد في مثلاً دمشق. هذه الصناعات المعدنية. إذن هذه هي أهم الصناعات الموجودة في سوريا. إذن صناعات تقليدية، صناعة ألف ب صناعات حديثة تشمل صناعات استخراجية، صناعات التحويلية، صناعات النسيجية، صناعات مواد البناء، والصناعات المعدنية. نعم يا أيهم. نعم أستاذ. أنواع الصناعات في سوريا: ألف الصناعات التقليدية مثل صناعة الفخار والصناعات النسيجية مثل الدماسكو والصناعات الزجاجية. باء الصناعات الحديثة وتشمل الصناعات الاستخراجية كاستخراج النفط والغاز والملح والفوسفات. اثنين الصناعات التحويلية تتميز بتنوعها وانتشارها في أرجاء سوريا، ومنها الصناعات الغذائية وتعتمد على الحاصلات الزراعية ومنها السكر، وتعتمد على الشجر السكري وتكرير السكر المستورد، وتتركز في حمص وإدلب. صناعة الزيوت النباتية تعتمد على زيت الزيتون وبذر القطن والسمسم، وتنتشر في دمشق وحلب واللاذقية. صناعة الكونسروة
الكنسروة تقوم على حفظ الفواكه والخضار وتوجد في كل المحافظات. نعم يا أبرار. الصناعات النسيجية، وهي من الصناعات المهمة في سوريا من حيث عدد عمالها ومعاملها ورأس المال، وتشمل نسيج القطن والصوف، وتتركز في حلب ودمشق. صناعة مواد البناء تعتمد على المواد الأولية المتوافرة وفي مقدمتها الإسمنت، وتتركز في كل المحافظات. الصناعات المعدنية تعتمد على الحديد المستورد والحديد الخردة، وتشمل صناعة القضبان الحديدية في حماة وصناعة الجرارات في حلب وتجميع السيارات والأدوات الكهربائية. أحسنت يا أبا، شكرا جزيلا لك. بل عندي صناعة أخيرة في سوريا، هي الصناعات البتروكيماوية والكيماوية. هذه الصناعات منها صناعة تكرير النفط، وهذه الصناعة تؤمن حاجة البلد من المشتقات النفطية، المازوت، الكروسين، البنزين إلى آخره. يتم تكرير النفط الخام بعد استخراجه من باطن الأرض، يتم نقله بأنابيب إلى مصافي النفط. وعندنا مصفاتين في سوريا، المصفاة الأولى هي مصفاة حمص، تمام؟ والطاقة الإنتاجية يعني طاقة تكرير النفط تقريبا 5.7 مليون طن سنويا. وعندنا مصفاة الثانية هي مصفاة بانياس، طاقتها الإنتاجية 6 مليون طن سنويا. بعدها أن يتم تكرير النفط وفلتراته إلى مشتقاته، يتم نقل هذه المشتقات عبر الأنابيب إلى المحافظات السورية. وتؤمن الصناعات الكيماوية طلاب في سوريا حاجة القطر من الأسمدة. وأقيم عندي معملين للسماد في سوريا، معمل الأول اثنين موجودات في حمص، معمل الأول هو للسماد الأزوتي والثاني للسماد الفوسفاتي. في عندي من الصناعات كذلك في عندي صناعة الأدوية، صناعة الدواء، وتتركز في حمص، دمشق وحلب. إذن هذه هي الصناعات البتروكيماوية والصناعات صناعة الأدوية. نعم يا فاطمة. طبعا البتروكيماوية والكيماوية منها صناعة تكرير النفط التي تؤمن حاجة القطر من المشتقات النفطية، وتتركز في مصفاة حمص التي تبلغ طاقتها إنتاجية 5.7 مليون طن سنويا، وفي مصفاة بانياس وطاقتها إنتاجية 6 مليون طن سنويا، وتنقل المشتقات إلى دمشق وحلب واللاذقية بالأنابيب، وتؤمن الصناعة الكيماوية والأسمدة حاجة سورية، إذ أقيم معمل للسماد الأزوتي وآخر للسماد الفوسفاتي في حمص. صناعة الأدوية تتركز في حمص وحلب ودمشق. نعم، شكرا جزيلا لك يا فاطمة. إذن طلابي هذه هي الصناعات الموجودة في سوريا. إذن هذا هو درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن أهمية الصناعة في سوريا، الرافد مهم من روافد الدخل الوطني السوري، تعمل على تأمين فرص العمل، تعمل على رفع مستوى المعيشة للسكان، تعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية الأخرى. تكلمنا عن مكونات الصناعة في سوريا، مكونات طبيعية ومقومات بشرية. ثم تكلمنا عن أنواع الصناعات في سوريا، صناعات قديمة وصناعات حديثة. هذا هو درسنا لهذا اليوم طلابي.